إن الدجاج هو طعام عالي التغذية غني بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية الهامة لبناء العضلات. هو غذاء قليل الدهون لا يسبب السمنة، وكذلك مصدر للعديد من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات المفيدة للحامل، خصوصا في مراحل الحمل المبكرة، لأنه يساعد على التطور الصحي للجنين في الرحم. ومن أهم فوائده أنه غني بالنياسين وفيتامين B3 الذي يحفز تطور المخ ويبقيه صحيا، كما يحتوي على 9 أحماض أمينية هامة لدعم وتقوية العضلات. هو قليل الدهون لأنه يوفر العناصر الغذائية الهامة ويمنع تراكم الدهون الغير صحية، خصوصا إن نزع جلده. كما أنه غني بأوميجا 3، وهي أحماض دهنية أساسية تساعد في تطور المخ عند الجنين. كما أنه قليل في الكوليسترول. إن كبد الدجاج غني بمركب الكولين الذي يدعم صحة المخ ووظائف الذاكرة عند الجنين. إن احتواء كبد الدجاج على حمض الفوليك الذي يساعد في منع عيوب الأنبوب العصبي عند الجنين. يحتوي الدجاج على فيتامين ألف وفيتامين ه وعنصر السيلينيوم والسيامين، وهي فيتامينات ومعادن لها خواص مضادة للأكسدة وتدعم الأيض وتزيد في الطاقة. دعم الدجاج للجسم بالحديد والزنك واللذان يساعدان في تطور الخلايا الجديدة، كما أن الحديد في الدجاج سهل الامتصاص. إن المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية التي ذكرناها تفيد الأم والجنين وخلاياه وأعضاءه وعظامه، وتحميه من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكر. ويمكن للحامل تناول 100 جرام من لحم الدجاج المطهو، وهو ما يعادل شريحتين مطهوتين منه يوميا. يمتلك صدر الدجاج أقل نسبة من الدهون المشبعة الضارة للجسم بين اللحوم، كما أن فنجان صغير من لحم صدر الدجاج المطهو يعطي للحامل حوالي 87% من احتياجها اليومي للبروتين، ويعطي لها الدهون الصحية مثل أوميجا 3 والأوميجا 6 والفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين ه والعناصر الغذائية مثل النياسين والسيلينيوم والسيامين، وكذلك الحديد والزنك اللذان تحتاجهما الحامل في فترة الحمل بكميات أكبر من الطبيعي. إن الدجاج قد يغطي احتياجها منها أيضا، ولا يحتوي الدجاج على أي مواد أو معادن مضرة أو غير مناسبة للحمل، ويعد أكله آمنا ومفيدا. لكن هناك خطر في تسبب الدجاج بالعدوى ببكتيريا الليستيريا التي توجد في الدجاج الملوث، والتي تسبب داء الليستيريات وهو مرض الدوران، والتي قد تؤدي إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض، أو قد تعدي الجنين أو تسبب ولادة جنين ميت. بحسب الدراسات العلمية، إن إصابة الأجنة ببكتيريا الليستيريا تسبب وفاة حوالي 22% منهم، بالرغم من عدم شيوع عدوى الليستيريا، إلا أن الحامل أكثر عرضة لأي مرض أو عدوى أكثر من النساء الطبيعيات. ويمكن الوقاية من هذه البكتيريا بطهو الدجاج أو الطعام بشكل جيد في حرارة أعلى من 74 درجة مئوية للتخلص منها. لذلك يجب طهو الدجاج جيدا حتى تتجنبين العدوى، كما يجب تجنب الدجاج نصف المطبوخ أو غير المطهو بشكل جيد، وتجنب اللحوم الباردة بشكل عام. وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الدجاج. تأكدي من وصول درجة الحرارة المطلوبة لأسمك مناطق في الدجاج لضمان قتلها لكل البكتيريا في كافة أنحاء لحم الدجاج، وخروج سائل شفاف عند الضغط على اللحم، وعدم وجود أي لون وردي على لحم الدجاج. قومي باختيار الدجاج الطازج، ذلك للحصول على فوائده كاملة، واشتريه من مكان موثوق ومن غير المحبذ أن تعيدي تسخين الدجاج ثم تأكليه، لكن يفضل تسوية الدجاج الطازج بشكل جيد ثم تناوله. قومي بغسل الأسطح والأواني والأدوات التي تلامست مع الدجاج النيء بشكل جيد بالماء والصابون، ثم اغسلي يديك أيضا بعد التعامل مع اللحوم النيئة حتى تتجنبي انتقال البكتيريا مثل بكتيريا السلمونيلا أو الكامبيولو باكتر أو الإشريكية القولونية. يمكنك تناول الدجاج بمختلف الطرق المعروفة بشرط التسوية الجيدة للحم، ومنها الدجاج المسلوق وشوربة الدجاج، الدجاج المشوي، الدجاج المقلي أو في الفرن، سندوتشات الدجاج، برجر الدجاج، سلطات الدجاج.